بصراحة في مباراة محمد صبحي كان نجمها. محمد صبحي النهارده شايل 3 كور جوان، واحسن صفقة عملها النادي الاسماعيلي في الفترة الأخيرة كلها هو عودة محمد صبحي للفريق. وده طبعا بيرجع ان شغال معاه مدرب حراس مرمى، مدرب كبير. يعني تشرفت بالعمل معاه في النادي الاسماعيلي سعفان الصغير. مساء الخير يا كابتن سعفان. كابتن سعفان. اهلا كابتن. مساء الخير يا كابتن، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن ميدو، ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ وحشني. والله وانت وحشني يا كابتن، ربنا يخليك يا عالمي. النهارده ماتش يعني اتعرضتوا فيه يا كابتن سعفان لظلم كبير، ده في رايي، انت رايك ايه؟ لا يا كابتن ميدو، انا وانا في الملعب حتى من قبل ما اركب الاتوبيس شايف ان ضربتين الجزاء لا يمت بصله، لان احنا انا تملي بشوف الكابتن سمير محمود عثمان والكابتن الشناوي بيقول لك الكوره لما تيجي في جسم اللعيب وبعدين تلمس ايده ما تبقاش ضربه جزاء، جت دايرك على ايده. انا قلت كده مش ضربه جزاء ابدا. ايه يا كابتن؟ انا قلت كده مش ضربه جزاء، الكره الراجل ما يلحقش ان هو يشيل ايده البدري. برافو عليك، انا ما سمعتكش، انا لسه بقول الكلام دوت دلوقتي يا كابتن مع حضرتك من غير ما اشوف حضرتك يا كابتن، لسه فاتح التلفزيون دلوقتي ما سمعتش ان حضرتك قلت كده، يعني انت متفق معايا على حاجه زي دي يا كابتن؟ لا لا انا متفق يا كابتن، ضربتين الجزاء مش ضربتين جزاء. انا ضربه الجزاء الثانيه يا كابتن ميدو، ضربه الجزاء الثانيه الولد مع بعض واللي سابق لعيب المحله وطلعها اوت يا كابتن ميدو. لا الكوره مش ضربه جزاء، حتى محمود عاشور في الاول ما حسبهاش ما حسبهاش ضربه جزاء، الكوره مش ضربه جزاء ابدا. اللي قاعد في الفار يا كابتن ميدو الكابتن محمود بسيوني، ده اللي لغى لينا هدف في ماتش البنك الاهلي في الاسماعيليه. هنقول يا كابتن ميدو ان الحكام بشره بتغلط، طب انت طالما بشره بتغلط ليه محمد سلامه ميدو اللي لغى جون الاهلي في البنك الاهلي ليه استبعدوه عن ماتشات الاهلي؟ ليه محمود كابتن محمود بسيوني بيعمل معانا كده؟ احنا بص يا كابتن ميدو لو هتكلمنا على الفنيات احنا السنه دي بعاد مش كويسين، بدانا 4 5 ماتشات مش كويسين مش موفقين، بس مش هتبقى عدم التوفيق والحكام كمان يا كابتن. فانا ما بتكلمش على الحكام، بس انا بقول ادينا حقي، ادينا ضربتين جزاء يا كابتن ما لهمش صله بضربه الجزاء خالص يا كابتن احمد خالص. يعني طبعا انا معاك يا كابتن سعفان ان طبعا الاداء الفني الاسماعيلي ابتدى بعض الشيء ان هو يعني مش هو الاسماعيلي، ابتدى يفقد هويته بعض الشيء للاسف بسبب كواليتي اللعيبه اللي موجود، لكن الاخطاء التحكيميه النهارده كانت صعبه على الاسماعيلي، الاسماعيلي ما يستحقش ان هو يتعادل. المحله لعب ماتش كويس، لعب على قد امكانياته ماتش